كيف يرقي المرء أو كيف يرقي المرء نفسه من الحسد إن علم حاسده ولم يستطع أن يطلب منه الاغتسال له، وكيف يتحصن المرء من الحسد؟ يكثر من ذكر الله ومن الورد في الصباح والمساء ومن قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويستعيذ بالله وبكلمات الله تامات من شر ما خلق، ويكرر ذلك، والله سبحانه وتعالى يتولاه بحفظه، لأن من استعان بالله أعانه الله، ومن استعاذ بالله أعاذه الله، ومن استكفى بالله كفاه الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. إذن كيف يرقي المرء نفسه جزاكم الله خيرا إن علم حاسده ولم يتمكن من طلب الاغتسال؟ كما ذكرنا من أنه يقرأ على نفسه. نعم. الفاتحة، سورة الفاتحة. طيب. وسورة الإخلاص والمعوذتين. طيب. وينفث على نفسه، يقرأ وينفث على نفسه. نعم. جزاك الله. نعم. مع عمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من استغسال العائن وأخذ الغسالة وصبها على المصاب. نعم. لكن إذا لم يتمكن من ذلك، فكما ذكرنا يرقي نفسه بالقرآن. طيب. والتعوذات. نعم. وكيف يتحصن جزاكم الله خيرا؟ بالتعوذات وبالورد. نعم. الصباح والمساء. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا.